والآن صارت يعني جاهزة مشاهدينا الكرام بالاستوديو، مصممة الأزياء، مصممة الأزياء، مصممة الأكسسوارات عفوا والهاند ميد ديما أبو خليل. طبعا ديما خرجت كلية الصيدلة هذا الفصل وعندها شغف وحب للهاند ميد وتحديدا صنع الأكسسوارات. انت مسامحة على الغلطة الأولى من ورا وائل مخرجنا العمل اللي عملها فينا، بس وراح خلينا نحكي لكم أكثر تبعنا عن ديما ضيفتنا اللي عندها كان شغف وحب كثير كبير، ترجمته طبعا بطريقة جدا رائعة بتصميم الأكسسوارات، وأكيد هي رح تخبرنا كمان أكثر بما إنه هي صيدلانية، ولكن ما بنعرف إذا هي ضلت بالصيدلة ولا راحت للأكسسوارات وبس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ديما. أهلا فيكم. أهلا أهلا وسهلا ديما. يعني بصراحة أنت شفتي ردة فعلنا لما دخلتي الألوان وهي الأشياء دائما تجذب الصبايا اللي يحبون أن يقشنوها أو يشتروها أو يأخذوها. طيب شلون هذا الموضوع جذبك في البداية وحبيتي مجال الأكسسوارات وحبيتي إنه تخوضين فيه؟ هلا أنا من زمان كثير بحب الأكسسوارات وهي دائما بتكمل اللبسة وبتعطيها جمالية، صح. فكنت على مستوى كثير صغير أعمل إلي لصحباتي وكان دائما يعجبهم، فبس ما كانت الفكرة كثير بالبداية إنه أنا ممكن أعملها بزنس وأبيع منه يعني. حلو. طيب ديما يمكن كثير من الاشخاص هذا الشيء اللي تريجر او يعني الشيء اللي حفزهم كان كورونا، فقد ايه كان تاثير كورونا والقعده بالبيت في تطوير موهبتك وانك انت تشتغلي بالاكسسوارات؟ فعليا هي كورونا كانت السبب اللي خلاني ابدا. حلو. بالصفحه يعني بتعرفي كانت الدراسه اونلاين، احنا بالبيت ما في طلعات، ما في كثير حياه اجتماعيه، فبتحسي الوقت طويل وبدك شيء تستغلي وقتك فيه يكون حلو، صح. ويسليكي وبنفس الوقت انه تستفيدي منه يعني. ففعليا هي كورونا اللي خلتني ابدا بالموضوع، يعني انا بشهر 7 ان شاء الله بطبق السنه لهي الصفحه. حلو حلو. طيب نشوف انه دائما بعض الاشخاص يكون عندهم حب لي او شغف مجال معين عكس مجال دراستهم، مثل القصه اللي وياك يعني صيدله عكسها تماما بعيدا عنها الاكسسوارات، فشلون تجمعين بين الاثنين؟ هل قررتي مجال الصيدله تبتعدين عنه وقتيا او انه يكون شيء ثانوي وهذا اساسي او العكس صحيح؟ هلا انا بديت كنت لسه بالدراسه يعني كانت مش متخرجه، ما كنت متخرجه، بس زي ما قلت لك كثير الاهل والاصحاب كانوا يشجعوني انه ديما شغلك حلو، حلو. ليه ما تعملي صفحه تستفيدي منها، يعني موهبه انه لازم تطوريها. هلا انا كنت بالاول مش كثير حابه الفكره او كنت شوي متردده من الموضوع، أوكي. حتى كمان شوي هيك ماما وبابا انه انت عندك دراسه ممكن تكون هذا الشغل على حساب دراستي. يعني هاي هي كانت الفكرة، بس أنا بديت بوقت كانت عطلة وقلت يعني بشوف كيف ردة فعل الناس، أنا أكيد رح أحاول أني أوفق بين الدراسة والشغل. طيب نروح لموضوع ردة فعل الناس، كيف حسيتي كان يعني ردة أفعالهم؟ كيف لقيتي يعني التشجيع لإلك كمان من أصحابك بعد ما صار البزنس صار يتحرك وصار في عندك زباين؟ الحمد لله كان كتير يعني، يعني كان موفق، كانت البداية موفقة كتير. يعني الناس كانت دائما تعطيني الفيدباك الحلو، فكان دائما يرجع لي حافز أنه أعمل أشياء أحلى أشياء أجدد وأفكاري تكون يعني مختلفة عن باقي الصفحات الثانية. يعني هو الفيدباك هو اللي بيعطيك الدافع دائما. اكيد طبعا. طيب خلينا نتحدث ديما عن دور السوشيال ميديا بالموضوع، ايش قد السوشيال ميديا ساعدتك حتى انت تصلين الى كل الاشخاص اللي حابين ياخذون هذه القطاع؟ هلا السوشيال ميديا كثير سهلت علينا كلنا، يعني انت خلص الموبايل بايدك، الدعايه بتطلع لك حتى من غير ما تدوري عليها، فكان كثير سهل انه انا اعمل القطعة اصورها وتوصل لعدد كثير منيح من الناس. وبتخيل هلا الناس كثير عم تتجنب انها تنزل مثلا على السوق تدور على القطعة، تستسهل انه خلص شافت الصوره بتوصلها ثاني يوم بتكون عندها القطعه. فهي كثير بحسها نقطه ايجابيه الاونلاين يعني 100%. طيب ديما اليوم احنا عم نلاحظ انه الصبايا عم بدوروا على قيم معينه او شغلات معينه موجوده بالقطع بالاكسسوارات، انه مثلا بيروحش لونه، سعره ما يكونش كثير غالي، القطعه انها تكون يعني هيك حلوه وناعمه وما تكون كثير دفشه، بنلاحظ انه موجود هذا الطلب كثير يعني، فاليوم قطع ديما وين من كل هاي القيم؟ هلا انا اول شيء القطع يعني بحس انها بتعتمد على ذوق اللي بده يصممها، يعني انا بالنسبه لي ايش بحب البس بحب اشوف الناس حلو. كمان انه عليها. هلا انا بحاول انها تكون شامله لكل الاعمار، اذا في ترند بحب تكون عندي موجوده، مثلا هلا اذا ممكن نشوف القطع بعد شوي. صحيح احنا عم نعرض القطع، ممكن تكون في اشياء مواكبه للترند اللي هلا موجوده، القطعه الفوشيه يا بدران، القطعه الزهريه. ودائما الناس عندها فكره او تخوف من الهاند ميد انه يكون سعره غالي، بس انا بالبدايه ابدا ما كان الهدف تبعي انه يكون ربح او مادي، فكانت الاسعار كثير مقبوله حلو. ومناسبه، وحتى هذا من فيدباك الزباين انه الكواليتي منيحه
والسعر مناسب كثير يعني. حلو. طيب القطعه الواحده تقريبا ايش قد تاخذ منك وقت؟ هلا كل قطعه لها وقت يعني، ما في وقت معين، بس انا كثير بحب اضلني اعيد بالقطعه لاكون راضيه عنها 100%، يعني ممكن اعملها وارجع اعيدها مره ومرتين وثلاثه لحد ما اكون عن جد انا مقتنعه فيها. بس لما بدي ارجع اكررها بيكون الموضوع كثير اسهل، خلص انا عرفت شو الديزاين اللي صممته وخلص بيكون تكراره كثير اسهل واسرع. طيب ذكرتي ديما انه انت كمان في شغله مهمه اللي هي اللي بتحبي تلبسيه وتشوفيه على حالك، بتحبي تشوفيه كمان على الناس. هل هذا الموضوع ناسب جميع اذواق الناس اللي انت عم تعطيهم القطع بتبيعيهم القطع، ولا حسيت انه في ناس مثلا انه لا ما حبيت او بدي كذا او هاي؟ لانه هلا يعني في ناس بتطلب، في ناس بتغلب، في ناس بتغلب بس لا بنفس الوقت انا مبسوطه باللي بعمله، فبحاول انه ارضيهم يعني، كمان يكون الإشي على ذوقهم يعني، اذا في تعديل او إشي انا بقدر اعمله ما بقصر، انه بكون يعني باخذ ارائهم اذا بدها تعديل او ما يعني في إشي بده تظبيط. حلو. طيب احنا بس تساليها خليني استعرض شوي قطع مع بدران، انه بدنا نستعرض بعض القطع ونعرف تفاصيلهم منك يعني. نشوف دائما العين دائما الكل يعتمدها بصراحه، واحنا كمجتمع عربي نحب انه نلبسها وناخذها، فانت شلون وظفتي هذا الموضوع؟ هلا انا اصلا كثير بحب شكل العين، حتى اللوجو انا عملته على شكل العين. حلو. فتقريبا اغلب الديزاينات بتلاقي العين داخله يعني هيك، بحب صح. اللون الازرق، بحب العين. فهيك يعني حلو. حلوين. طيب نشوف القطع الباقيه. نشوف حتى الالوان يعني فعلا الازرق مستخدمته انت هوايه. صح. طيب مثل هيك قطعه ايش قد ياخذ وقت فيها؟ هذا كثير اخذ وقت لانه في ديتيلز كثير اذا بدك تركزي مبينه، ف يعني تكون تناسق بين الاحجار بترتيبها يعني، فهذا لا اخذ وقت منيح يعني، بس بقول لك انا مستمتعه بالشغل فما بحس بالوقت كيف بمر. حلو. طيب شنو ناويه بالمستقبل؟ هلا بما انه انا لسه هلا تخرجت فاكيد حابه انه اشتغل بمجال شغلي، بس بنفس الوقت كمان اكيد حابه استمر بالصفحه، لانه يعني الحمد لله الفيدباك حلو، دائما هذا الفيدباك بيعطيكي حافز لقدام تعملي اشياء اجدد، اشياء احلى. حلو. اكيد كل التوفيق ان شاء الله لك ديما، بصراحه قطع كلش حلوه ومبينه لمسه الذوق الانثويه مبينه موجوده بكل القطع ديما. طيب اليوم في كثير صبايا يمكن كان بالنسبة لإلهم إنه يفتحوا البزنس تبعهم بكورونا كان عندهم تخوف كثير كبير، وكانت فرصة لإلهم ولكنهم ما أخذوا هاي الفرصة. شو بتعطيهم نصائح اليوم؟ هل راح عليهم يعني هل راح عليهم الوقت خلاص وما بقدروا، ولا لا شو بتعطيهم نصيحة؟ لا هو يعني إمتى ما تبلشي أنت خلاص، لما تقرري إنه تبلشي تتيسر الامور خلص يعني، امتى ما تبلشي مش وقت متاخر، بالعكس يعني انا بقول لك كانت الفكره من كذا سنه بس انا ضليتني ااجل فيها، واجت كورونا هي الفتره اللي خلتني ابدا. اعطتك مجال. صحيح. طيب ديما يعني احنا كثير بنشكرك على وجودك معنا لليوم، ان شاء الله كمان اليوم يعني احنا اهم شيء بنحاول نسلط الضوء عليه المواهب الشبابيه اللي يمكن عن جد كثير عم نشوف فيها ابداع بالفترات الاخيره، وبنفس الوقت عم نسلط الضوء على موضوع انه اي حدا شاف انه خسر شغله، بطل عنده مجال انه يكمل بالمحل اللي كان بيشتغل فيه لانه الكل فلس للاسف بكورونا، وكثير محلات سكرت، كثير ناس فقدوا شغلهم، حتى رزقتهم والرزق اللي عم يطعموها لعائلتهم بطلت موجوده، فانه ما راح الوقت وفي مجال. والاونلاين بسهل كثير. صح. يعني الاونلاين عن جد نعمه اذا الواحد استغلها. ان شاء الله. اكيد. شكرا لك ديما وشكرا لوجودك. شكرا لكم. شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا.